ما هو حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذا كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم.